إذا أحببت مخلوقاً أو شهوة أو أي متاع من متاع الدنيا وأصبح هذا هو همك الأكبر في حياتك، والله ستتعذب به، تتعذب به، فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. أذكر أيام كنت مدرس في المدرسة، أجلس مع الطلاب الثانوية، يقولوا يا أستاذ والله نفعل كل شيء، نذهب إلى المولات والأسواق ونسافر يميناً ويساراً، نرجع نشعر بالهم، نشعر بالضيق، نشعر أننا نعيش الدنيا هكذا، يعني حياة ما فيها غاية، ما فيها سعادة حقيقية. والله لن تجد طعم السعادة إلا إذا اتجه قلبك إلى الله، تعلق بالله وحده، فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. يريد أن يتصل بهذه المرأة، أحب فلانة، تعلق قلبه بها فيتعذب بها، وربما ما يحصل ما يريد فيعيش معذباً في الدنيا. سمعتم بمجنون ليلى الذي يقول ماذا؟ أمر على الديار دياري ليلى، وقبلوا ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. كم من الأغنياء الذين يملكون المليارات والملايين، لكن للأسف يعيش في عذاب، تنظر إلى وجهه ما تجده يبتسم، عبوس، ضيق النفس، دائماً في هم، يخاف على أمواله، يخاف أن ينزل المال رصيده ويسبقه غيره، يقال فلان سبقك. لو كان لابن آدم وادياً من ذهب لابتغى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى أن يكون له ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.